مرحبا أعزائي المشاهدين، معكم الشيف أدمون. اللي أول مرة يشاهد قناتي أتمنى يشترك بالقناة ويفعل الجرس ويسوي لايك وشير للفيديو على مود يوصلكم كل شيء جديد. مع اليوم وصفتنا هي سوشي بطريقة كلش لذيذة. اللي ما يحب يأكل السوشي السمك ني يقدر يسوي هاي الطريقة وتكون لذيذة وطيبة. تابعوني تفاصيل بعد الفاصل ونرجع لكم. ورجعنا لكم، عندنا نصف كيلو من الرز المدعبل، تلاحظون مثل هذا الصيني او اي نوع يكون عندكم متوفر. نغسله وننقعه نص ساعة بالماء ونصفي من الماء، وراح نطبخه بجدرية بدون اي دهن. ننزل الرز ونخلي ماء بحيث تغمر الاصابع مالتنا اصبعنا بالماء على مود ينطينا النتيجة افضل. ونحاول نساوي الرز بالطنجرة أو بالجدرية، ونجيب الماء بدون ملح بدون أي شيء، ونخلي له بهارات أو ملح. بس راح ننزل الماء على الرز بحيث تغمر أصابعنا إذا خليها. هسه يحتاج بعد أيضا مقدار من الماء، القليل من الماء أيضا، وتقدرون تقيسون بالكوب إذا تريدون بأي مقياس كوب معياري تقدرون. هسه هذا مضبوط، راح نتركه على نار متوسطة يستوي الرز إلى أن يخلص الماء مالته، ونصي النار ما نريده الرز يعجن، نريده يستوي كل حبة واحدة. هسه تلاحظون أعزائي المشاهدين بلش يفور المي، وراح نغطيه ونتركه إلى أن يبلش ينشف المي. نصيه ونشوفكم بعد ما ينشف المي. تلاحظون أعزائي المشاهدين على نار ناصية نطبخ، شوفوا كل حباية واحدة صارت طبعا. ولا تنسونا أعزائي المشاهدين باللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلون الجرس على مود يوصلكم كل شيء جديد ننزله على قناتنا. تلاحظون أعزائي المشاهدين الرز صار جاهز استوى، كل حباية بواحدة صارت. راح نبرده وما خلينا على لا ملح لا أي بهار بهذا الرز. راح نشوف لكم الرز. الخل اللي نستعمله هو خل خاص للسوشي مصنوع من الرز. هاي الشيشة أو غير نوعياته، أكو أنواع مختلفة، بس يكون رز خل الرز تقدرون تشتروها من محلات كبيرة. هسه راح نضيف الخل، تقريبا 3/4 كاسة من الخل اللي شوفت لكم اياه خاص للسوشي. راح نضيف ملعقة مليانة من الشكر، وراح نضيف نصف ملعقة من الملح. راح نخليهم على النار، ما نريده يفور المواد تفور، بس عندنا المواد تذوب بالمي. نطفي النار مالتها ونخلصها نشيلها من الطباخ، بس يذوب الشكر والملح مع الخل. راح نشيله من يبرد
الرز نبلش نشتغل بهاي المواد. بس راح نحضر عجينة أو سائل عجينة، مو عجينة سائلة، تكون شوية مثل عجينة البانكيك. هاي راح نغمر بيها السوشي على مود نقدر نقلي. نخلي نضيف 1 كوب من المي من الطحين وكوب وربع تقريبا من المي، نخلطهم جيدا إلى أن يتمزجون المواد. نحطهم بالثلاجة إلى أن نكمل بقية المراحل. وهذا تقريبا قوامها صار اوكي جاهز. هسه راح نتركها على سطح. وهسه بعد ما برد تركناه يبرد الرز بهذا الجاط او بهذا الصحن، راح نخلط الخل مع الشكر والملح اللي حضرناه المحلول مالته. راح نضيف هاي الكمية اللي سويناها لنص كيلو من الرز، تكفي كلش كافية. راح نخلطهم مع بعض. راح نخلط الرز على مودين مع السائل اللي حطيناه الخل والشكر والملح على مود يتشرب الرز من هاي المواد وينطينا نكهة كلش طيبة، نكهة السوشي. لا تلاحظون كل حباية صارت بوحدها، الرز مستوي وممعجن، هو هذا الشكل اللي نريده. الخضار الخيار شلون بدأ تلاحظون انه طلعنا اللب الداخلي لانه يصير بيه بذور وكثير من المي. راح نقطعه شرايح. هاي الخضار اللي راح نستعملها هي الخيار والابوكادو. تقدرون تستعملون بس خيار وابوكادو مكان اللي ما ياكل اللحوم يستعمل بس هاي المواد. حضرنا الخضار مالتنا، بس راح نبلش بالنوري. عندنا قطع النوري راح نشوف لكم بلف السوشي. طبعا عندنا الروبيان الجامبو هذا، ننظفه، نشيل هذا الحبل اللي هنا، وبعدين نخليه بهذا الشكل، نخليه له خشبة الشوي على مود يصير عندنا عدل ما يلتوي، يسهلنا عملية الشغل به. وهاي قطعة ثانية راح أسويها قدامكم لتلاحظون، هو هسه بس نخليه من الماء الحار راح يلتوي. فاحنا شو نسوي؟ نسوي بهاي الطريقة، نخلي لها خشبة ما شوي أو أي عود أسنان، تلاحظون ياخذ قالب ونسلقه بهاي الطريقة على مود يصير عادي. بعد ما فار المي راح نطفي النار وننزل الشرمس مالتنا او الرم الجامبو مدة دقيقتين بس، ما نريده يبقى هواية على مدة يصير قوي ياخذ قالب. نحسب له دقيقتين يتغير اللون مالته يعني استوى، نشيله من هناك ونبرده دايركت. التون فيسك السمك التونة، وهذا اللاكس. أعزائي المشاهدين، حضرنا كاسة بها شوية مي، نبلل إيدينا بالمي. وعندنا هاي رقائق النوري راح نستعملها بها جهتين، جهة خشنة وجهة ملساء. تلاحظون هاي خشنة راح نسويها من الداخل والملساء من الخارج. وعندنا هاي الخطوط، ما عندنا مبين ولا عندنا هاي الخطوط لازم تكون بهاي هذا الاتجاه. وهاي المطة أو الزولية اللي خاصة ب مثل ما عودنا لكم، نبلل إيدينا بالماي، ناخذ كمية من الرز تقريبا بكف الإيد ونوزعها على ورقة النوري
هذا أعشاب بحرية يجففوها ويسووها بهاي الطريقة. أكلة صحية يابانية كثير طيبة، أتمنى تجربوها. تلاحظون دائما هاي المنطقة ما أخلي بيها رز، على مود نسويها بهذه الطريقة، ندعس على الرز نسويه يعني نهرسه على مود يصير عندنا مثل اللاصق على ورق. خلي أيضا طعم الخيار، راح نخلي قطعة من السلمون أيضا، وأفوكادو أيضا. يعني إذا نسوي لكم إياها طريقة للمبتدئين واحترافية، طريقة احترافية يقدرون المبتدئين يسووها، طريقة كلش سهلة ونقدر نسويها بدون هاي المطة أيضا. إذا تلاحظون نقدر نرفعها هذا الشكل، تلاحظون، ونحاول نضغط عليها بس لا قوي على مود لاحظنا ينشق الورق. هسه اللي ما عنده المطة هاي السودية نخليها تحت السوشي، نقدر نسويها بدون هاي، وهذا نجربها قدامكم بدون هاي المطة. الاشكال اللي انتم تريدون تحبون تحطون اي نوع دجاج، تحطون سمك، تحطون اكل اللحوم اللي انتم تحبوها، لكن اللي ما يحبها نية يسويها بهاي الطريقة. أنا اليوم راح أسوي لكم إياها بطريقة الطبخ، ونطبخ المواد اللي حشينا بها السوشي. هاي سمك التونة، تلاحظون راح نلفها مثل شلون نلف الدولمة، نفس الشيء تقدرون تلفوا هاي. لا تنسوها هاي الجوانب، لازم تحطون الرز وعلى مود يصير عندنا مثل اللاصق بورق النوري، وهو ينزل عادة بدون هاي الطريقة. هسه هاي راح نخلي شوية فيلادلفيا الصوص، ونلفها نفس الشيء مثل ما قلنا لكم هاي المنطقة، نتعجل الرز بهاي الطريقة على مود ينزق عندنا الرز. بس هاي راح نسويها اخير وحدة، نسويها مشكلة، خلينها ربيان ودجاج مع الخيار، شوية من صلصة، نفس الطريقة راح نلمها بهاي الشكل
هسه راح نسويها نقطعها على اثنين. قبل ما نقليها تلاحظون شلون طلع شكلها كلش حلو. راح نقطع الشرائح لهذا الشكل الى نصفين، نقطع السوشي مالتنا على مود نقدر نقضيها بالدهن. هاي الطريقة تسهل عملية تقلاة بمقلاة وبجدرية القلي بهذا الشكل، وراح نقطعها كلها ونرجع لكم. راح نخليها بالطحين سويناه، ونلوخها ببينكو. إذا ما عندكم بينكو تقدرون ببطسم، نقليهم بهاي الطريقة. أهم شيء النار تكون وسط. هاي طبعا اللي ما يحب ني يكون السمك ني أو الروبيان ني يقدر يسويها بهاي الطريقة. تنطبخ هسه راح نقطع. اعزائي المشاهدين وتلاحظون الكمية ما شاء الله بنصف كيلو ايش قد طلعت. هاي ما تشتروها بذاك الحساب، كثير كثير غالي السوشي. اذا تسووه بهاي الطريقة او بطريقة بدون قلي ايضا يصير يكون طيب، وتحطون اي نوع من الحشوة اللي تحبوها. لكن هاي الطريقة اسهل اللي ما يحب السوشي ني او الاسماك نية يقدر ياكلها بهذه الطريقة. كلش طيبة لذيذة. طبعا تقدم مع صويا صوص ووسابي وانجفارة او الزنجبيل المخلل، ويقدم معها ماي شيلي مايونيز. هاي المواد تقدم معها ولذيذة كلش طيبة. اتمنى تجربون هاي الوصفة وتكتبوا لي بالتعليقات من اي بلد دا تشاهدوني، واذا عندكم اي استفسار تكتبوا لي بالتعليقات. ونشوفكم بفيديو قادم ووصفة جديدة ان شاء الله. تحياتي مطبخ الشيف ادمون.